من الأخطاء في تلاوة سورة الفاتحة عدم إظهار همزة الوصل حين الابتداء بها وعدم إظهار لام التعريف الحمد لله رب العالمين، والصحيح أن تكون ظاهرتين الحمد لله رب العالمين. ومن الأخطاء عدم إخلاص ضم الدال فنقول الحمد لله حيث نأتي بثلث الحركة أو نصفها، والصحيح هو الحمد لله رب العالمين. ومن الأخطاء الزيادة في مد لفظ الجلالة وكذلك الزيادة في مد العالمين، فيقول الحمد لله رب العالمين، والصحيح الحمد لله رب العالمين. ومن الأخطاء فتح حرف الباء رب العالمين أو إخراجها من مخرج الخيشوم رب العالمين، والصحيح أن تكون مكسورة مع إخراجها من مخرجها الصحيح وهي الشفتين رب العالمين. ومن الأخطاء عدم إخراج العين من مخرجها الصحيح وإنما تكون مخلوطة بين الهمزة والعين لتقارب المخرجين رب العالمين، والصحيح أن تكون من وسط الحلق الحمد لله رب العالمين. ومن الأخطاء في تلاوة كلمة الرحمن قلب الراء إلى واو الرحمن الرحيم أو ضم الشفتين حين تفخيم الراء الرحمن الرحيم، والصحيح أن تكون كالآتي الرحمن الرحيم. ومن الأخطاء تكرار الراء تكرارا لفظيا الرحمن الرحيم أو حبس الصوت فيها الرحمن الرحيم، والصحيح أن تكون بغير تكرار مع جريان الصوت وإعطائها صفة التوسط الرحمن الرحيم. ومن الأخطاء ضم حرف النون الرحمن الرحيم، والصحيح أن تكون مكسورة الرحمن الرحيم. ومن الأخطاء في تلاوة كلمة مالك إسكان الكاف مالك يوم الدين أو إشباع الكسرة حتى تصبح يعني مالكي يوم الدين، والصحيح أن تكون بالكسر مالك يوم الدين. ومن الأخطاء قلب حرف الدال إلى تاء مالك يوم التين، والصحيح أن تكون بالدال الخالصة مالك يوم الدين. ومن الأخطاء في تلاوة كلمة إياك عدم تشديد الياء إياك أو حبس الصوت فيها إياك، والصحيح أن تكون مشددة مع جريان الصوت إياك نعبد وإياك نستعين. ومن الأخطاء القلقلة في حرف العين نعبد أو حبس الصوت فيه نعبد، والصحيح أن يكون فيه جريان للصوت مع صفة التوسط بدون قلقلة إياك نعبد وإياك نستعين. ومن الأخطاء إسكان الدال في نعبد نعبد وإياك أو إشباع الضمة حتى تصبح واوا نعبد وإياك، والصحيح بالضمة إياك نعبد وإياك نستعين. ومن الأخطاء عدم إظهار التاء في نستعين فيقول وإياك نستعين، والصحيح أن تكون ظاهرة وإياك نستعين. ومن الأخطاء عدم إظهار حرف النون نهاية الآيات نستعين العالمين أو المبالغة فيها العالمين، والصحيح العالمين نستعين. ومن الأخطاء أن يطبق الشفتين عند حرف النون نهاية الآيات العالمين نستعين فكأنه يقرأها بالميم، والصحيح أن لا يطبق الشفتين حتى ينتهي من حرف النون نستعين العالمين. ومن الأخطاء عدم إخلاص كسرة همزة الوصل عند الابتداء بها فيقول اهدنا، والصحيح بالكسرة الخالصة اهدنا الصراط المستقيم. ومن الأخطاء القلقلة في حرف الهاء اهدنا، والصحيح أن حرف الهاء ليس من حروف القلقلة اهدنا الصراط المستقيم. ومن الأخطاء قلب حرف الصاد إلى حرف السين الصراط صراط، وهذا لا يصح في قراءة حفص عن عاصم وإنما لا بد أن تكون بالصاد الخالصة الصراط صراط. ومن الأخطاء في تلاوة كلمة المستقيم عدم إظهار التاء المستقيم أو تفخيم التاء المستقيم، والصحيح أن تكون ظاهرة مرققة المستقيم. ومن الأخطاء قلب حرف القاف إلى الغين المستقيم، والصحيح أن تكون بالقاف اهدنا الصراط المستقيم. ومن الأخطاء القلقلة في حرف النون في أنعمت فيقول أنعمت أو ضم التاء أنعمت، والصحيح أن النون بغير قلقلة والتاء بالفتحة صراط الذين أنعمت عليهم. ومن الأخطاء عدم تحقيق كسرة الهاء في عليهم فيقول أنعمت عليهم،
والصحيح أن تكون بالكسرة الخالصة صراط الذين أنعمت عليهم. ومن الأخطاء قلب حرف الغين إلى قاف غير المغضوب أو القلقلة في الغين الساكنة المغضوب أو قلب الغين إلى خاء المخضوب والصحيح أن تكون بالغين من غير قلقلة غير المغضوب عليهم. ومن الأخطاء قلب حرف الضاد إلى ظاء المغضوب الضالين والصحيح هو غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الأخطاء إدغام الميم في الواو عليهم ولا والصحيح أن تكون الميم ظاهرة عليهم ولا الضالين. ومن الأخطاء السكت على حرف الميم عليهم ولا الضالين والصحيح أنه بغير سكت عليهم ولا الضالين. ومن التنبيهات أن المد في كلمة الضالين مد لازم كلمي مثقل بمقدار 6 حركات فيخطئ البعض ويقرأها بثلاث أو 4 حركات ويخطئ البعض ويزيد فيها تماشيا مع الأداء وهذا لا يصح. ومن الأخطاء في تلاوة كلمة الضالين عدم تشديد اللام فيها الضالين أو المبالغة في تشديدها الضالين والصحيح هو ولا الضالين. ومن الأخطاء أن يمد العارض للسكون كالآتي المستقيم نستعين الرحيم فيرفع الصوت في نهايتها والصحيح أن يكون بصوت واحد الرحيم نستعين المستقيم.